تونسية وأمي والوالدة تونسية. الوالدة تونسية. شنو اللي صار بالضبط في الأعصار اللي صار في ليبيا؟ شنو اللي تعرضت له الوالدة؟ ومن بعد نحكيو على دور اليوم السلطات التونسية ومنشدتكم اليوم لوزارة الصحة التونسية حتى تتدخل لمعالجتها. والله الأعصار كالآتي، هم نبهونا بأن في أعصار في حيصير، لكن كلهم متوقعين أنه حيجي من ناحية البحر. فقعدوا كلهم منتظرين أنه يجي من ناحية البحر. وصلت الساعة 2:30 ديما في الليل أنما أمطار غزيرة، وصلت لسبع ساعات 8 ساعات بدون توقف، وحسينا الموضوع طبيعي جدا. لكن وصلت الساعة 3 في الليل، مشينا رقدنا نحن طبعا، وصلت الساعة 3 في الليل سمعنا وعدنا على صوت خوي يعيط والناس تعيط برا. فطلعت نبحث لقيت المياه جاية علوها ما يقارب عن 6 متر 7 متر. واخذ السيارات واخذ الدنيا، فنزلت للحوش نجرينا، حوش أمي لوطة في الدور الأول، أما أنا وأخوتي نسكن في الطبق الثاني والثالث والرابع، 4 طوابق نحن. فنزلت إن نشوف حالة أمي، حالي لقيت أخوي قاعد مع أمي جوا، والمية واصلة نص الحوش، مغطية نص الحوش. فحاول يطلع أمي، فأمي ولية كبيرة ما تقدرش إنها تمشي وتقدر إنها تتحرك. فعبد ما أني نقدر نخش عليهم، أني ما قدرتش نخش عليهم من قوة المية. فعندنا باب الحديد اللي برا طربق، الباب طربق وتخلع عليه. فدخلت أمي بكميات كبيرة، فغرقت يعني سكرت الحوش، سدت أمي حوش الدور الأول تذكير نهائيا، وخشت على الثاني. وخشت على الدور الثاني أخرى، رجعت للدور الثاني، صعدت للدور الثاني، لحقت حتى للدور الثاني، رجعت للدور الثالث، خذيت خوتي وخذيت عويل صغار وردينا كلنا على السطح في الحوش من فوق. أما بالنسبة لأمي سكر عليها الدور الأول، فقعدنا انتباك ويا ما صار فينا مأساة مأساة، ليش نصفها لك؟ إيش صار فينا من خلع ولهيل من الخوف اللي صار؟ بعد نص ساعة عندنا جارنا قال يا هوري منحط في ضي يضوي الحوش جوا. فلقينا إن أخوي ماسك، قال متناسك متشبت في فطرية في نفس الصالة وماسك فيها أمي متضبط أمي. وبينهم وبين الساس حاجة 20 سنتي يتنفسوا منه. والحمد لله المية بدت تنزل درج المية. معناتها خوك قعد مع أمك وحاول ينقذها، معناتها طلعوا فوق الماء شدوا في الثريا متاع السقف وقعدوا فوق معناتها يحاولوا أنهم يطلعوا فوق الماء. وأمي ما تعرفش تعوم وأخوي ما يعرفش يعوم، وقعدت أمي تمسك في أخويا وخبشيتها، حلاوة تروح طبعا، هي خبشيتها وما تقدرش عليها أخويا. فقال لها يمي يعني ساعديني شوية. أمي تقول له أطلقني يا ولدي، نفع عبتك حنغرقك معايا وحتموت معايا، أطلقني وعدي خليني ناع وأطلقني. فقال لها يمي أنا ما نقدرش نسيبك، يعني موت معاك يعني عيشه. فقدرة الله خش علينا جذع نخال كبير، خش للحوش منش عارف منين خش. فتثبتت فيه أمي ومسكت فيه ومساك فيه أخويا. طبعا أمي قعدت تنزل وترجع، شربت ماء بما فيه الكفاية، ماء ملوث وماء معفن كله يعني. ومع ذلك الإضاءة انعدمت، ما فيش النور كله طفى على المدينة، يعني حتى حاجة ما تحديهاش، حتى اللي هناك ما تحديش. فالحمد لله بعد نص ساعة اللي هي طلع بها جذع النخلة ومتثبتين هم اثنين مع برودة غريبة الشكل في المية، وهم اثنين مسجعين، وأخوي طلع أمي وحسبت إنه فقدان الوعي، يعني حاجة بسيطة ويفقد الوعي ما عادش يقدر حتى يشرب مية واجد. أنا مديت له حبل وكريتهم، حسيت إنه نكر فيه ما هوش قادر يمسك الحبل كويس. فالحمد لله قلت له امسك روحك وكر أمك وراك تطلقها، قال لي مانيش طالقها. فأنا ضربت عليه سيارة كانت طافحة، سيارة أخوي كانت طافحة. كريتهم بالحبل وطلعتهم حطيتهم على السيارة، وقعدت انا وياهم ماسكين في السيارة ماسكتهم على السيارة لين نزلت بينا المية لوطة، لين نزلنا نشوف المياه. من ثم جاء اخوي لاغط. هذي قداش وقت قعد هذي الكل؟ قداش وقت تقريبا؟ ساعة الا ربع دينا حاجة زي هيك، هم قعدوا جوا ما يقارب عن نص ساعة. ومع عملية الانقاذ اللي انت قمت بها تقريبا ساعة ربع.
يعني ربع ساعة ديما أخرى عملية الإنقاذ خلت ربع ساعة أخرى. والحمد لله الحمد لله طلعوا ناجين. ولكن أمي صحتها متدهورة بكل بكل بكل، لا تورة تعرف تمشي لا تساهري، مصدومة عندها صدمة جت صدمة، تعيط إنها عويلي مات عنتوة، فمنهارة بكل، ولا تأكل لا تشرب، ووضعها الصحي متدهور بكل. وحتى أخويا حصل إصابات وحصل ضربات بكرعي عشان قاعد يخش في حديد جوه، يخش في لوح، يخش في شجار جوه، وبيبيت كل مرة ضربة فيهم حاجة. مأساة بمعنى الكلمة. الحمد لله على سلامتهم، فوالا الحمد لله انهم ما زالوا معناتها احياء. اليوم انتم تحبوا الوالده تجي تتعالج في تونس. مضبوط صح. نعم نشكر الاستاذ صابر بقره، هو الوحيد التونسي اللي تواصل معنا في منبرنا. صدق ما تواصلش معي شخصيا، لكن قاعد يدور في الجاليه التونسيه من اللي تونسي ما تواصل معي. بعد 3 أيام حصل رقمي وجاب رقمي وقال لي كيف أمك، كيف ديرك، كيف صحتها. اللي قلت له صحتها كويسة توا قاعدة في المستشفى، لكن المستشفى ما 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 ما, ما. كل مرة تسوء حالتها. قلت له راه صحتها ما ما ما, ما يصير. قال لي توجه تطلع لتونس ولا لا؟ قلت له نشهد بالله أن صحتها ما تنفعش. قال لي وكلم السلطات، وبصدق بارك الله فيه إنه جال دارنا، وإنه يعني ضحى حتى بنفسه. وباء يصير غادي ولا كذا، يعني بارك الله فيه. نحب نشكر إذاعتك، نحب نشكر التوانسة كلهم على وقوفهم مع أمي. وقفة يعني ربي يحفظها إن شاء الله. فما تنسيقا وبش يجي لتونس نهارة وقتش بش يجي توصل لتونس إن شاء الله. كل إن شاء الله هو نفسك تبقى صابر بقرة نفسك ما كلم السلطات وحفظ التذكرة على أساس أنها بكرة يطلعها إن شاء الله الساعة 6 تطلع من مطار بنغازي. 6 بتاع الصباح ولا بتاع العشية؟ بتاع العشية إن شاء الله. 7 توصل في المطار إن شاء الله تونس قرطاج. ومع منسق ومع كادر طبي أخرى، هو منسق مع كادر طبي حتى في تونس، حيتم استلام أمي غادي، حيتم علاجتها إن شاء الله من السلطات التونسية إن شاء الله. أنتم تطالبون وزارة الصحة معتها تتلهي بالوالدة وتقوم على علاجها، وفلا معتها تكون هوني في أيدي أمينة، وإذا نعرفوه جيدا معتها الإطارات الطبية وشبه الطبية في تونس معتها متطورة جدا، والحمد لله إن شاء الله تكون الوالدة في أحسن الظروف توصل لتونس. وأكيد جدا باش تكون بين أيدي تونسية، وهذا لدى لوزارة الصحة حتى نتاقف على المرأة هذية، المرأة التونسية مع تعانت الويلات. كنتوا تسمعوا في القصة متاحة كيفاش نجات يعني من الموت، ربي يحفظها إن شاء الله هي وشقيقك، وإن شاء الله ذاك حد البيس إن شاء الله. شكرا لك سي عبد السلام دل لفضلك، وتحياتي للعائلة.